تاني عرف اتعرف اسمك. ازيك؟ انا اسمي مازن شريف احمد سيد، احمد سيد. وانا عملت لعبة الضفدع والدبانة، والضفدع اللي هو لازم ما يخبطش العربيات واللي هيخسر هيرجع مكانه يعني. تمام، نشوف مثلا. بص يا بس اهو، انا اسف انا مش بقى. اهو كده كسبت، رجع تاني من الاول. لازم اروح للدبانة عشان اكسب، بس انا مش هروح النهر، هتحرك هناك. اهو استني مش ماشي. ايش هعمل بلوكات يا مازن؟ انت عملت ايه يا مازن؟ يلا. انا حطيت وين كليكت اول حاجه، والبلوكات دي انا اللي عاملها. اشرحهم يا مازن. ده وين كليكت، الاول لما بدوس على العالم الاخضر بيروح يعمل الاوامر. ده بلوك ايه يا مازن؟ ده الضفدع، بلوكات الضفدع. ده البلوك ده فده بيروح نضبط المكان وهيروح يروح له. اما ده فده وين اب، يعني لما ندوس على حاجه هيروح يتحرك فوق او كده او كده او كده زي الحاجات دي. اما ده فوين كليك دراوند، اما ده في فوريفر بيعيد الحاجات من دون توقف، من دون توقف لغايه لما ندوس ستوب. دي هيتحرك يوصل لايه؟ اما ده في افزن برضو بيعيد نفس الحاجات، بس بيحط جواه حاجه. انا حطيت اور شي تاتشينج كار 1 اور تاتشينج كار 2 اور تاتشينج كار موتوسايكل. ده موتوسايكل ده ده كار مش نافع. اما ده في جوتو، اما هو اول لما يلمسه يرجع مكانه. ماشي، هو كده عامل برضو ايه تاتش ايه اللوجات اللي تحت دي. ده 6 سكور 0 ده السكور. ده اف زين تاتشينج لوك 1 تشينج اكس باي، وحاطط عليها لوج 1، بس اللي هو الضفدع مش بيمشي مع اللوجات دي مش عارف ليه. اف حاطط اف كولر اللون ده اهو عشان ده هو النهر، اول لما يلمسه هيروح يرجع مكانه زي ما قلت. اما ده فايف تاتشنج فود اللي هي الدبابة دي، هو لما يلبسها يرجع مكانه، لو كان في مكانه لمسته يبقى هو يبقى مش هيعمل حاجة. برود داك كاست موف فود، يعني اعرض الدبانة. اما ده شينج سكور باي وان، حاطط هنا اف زين اهو، حاطط با من اوبريتورز سكور لما يوصل لعشرة، يعني هيقول يو واي وشينج سكور وان باي وان. اما دي في بلوكات السيارات وكل البلوكات متشابهه. ماشي، قولها بقى ايه ده. ده بس حد مختلف شوية عن الكتاب. ايه بلوك السيارة؟ اهو بصي، وين كليك حط اهو وين كليك ده، انت عارفة سيت كار تو فور، ده بيتكلم عن حاجة. وجو تو ات ده مكانه، ده هيرجع لمكانه. وين كليك انت عارفينه برضو فوريفر، الفوريفر قلت لك شينج اكس باي ده بيحرك الحاجة. كار 1 عشان بيتحرك بنفس سرعة، هيتحرك كده بسرعة 4. ماما انت عايش المية اف زين حسن زي ما ماشي. البلوكات التانية يا مازن، وحاطين من ابريز، وحاطين اكس بوزيشن، وحاطين سيت اكس 2، ونفس الحاجة مع دي، مع دي اللي انا حاطط دي اف زين تاتشينج ايديك.
go to edge. يرجع مكانه وهو بيتحرك. تمام. اما البلوكات دي فهي البلوكات الحمراء دي من الميك ليست. انتوا عارفينها اللي هي مطلوب من اشرح. وده وين كليك فوريفر. دي بلوكات الاي ام اس. بلوكات اللوج دي سي تو دي بلوكات ايه؟ ده بلوك ايه؟ بلوك ايه ده؟ بلوكات ايه؟ بلوكات ايه دي؟ دي الذبابه. ايوه دي بلوكات الدبان بتاعت الضفدع. ماشي اشرحهم ايه الفكره فيهم ايه؟ قلت البلوك ده معناه ايه؟ ده برضو لا بس ده بقى بيرفع الدرجه وبيخفضها. لو ناقص كده هينخفضها. اما ده دايت وان اوف فوائد فود يعني تقريبا هيمسح حاجه. ادت ده بقى الحاجات دي عن الاماكن اللي هتروح. ده جوتو راندوم بوزيشن اللي هو يروح اي مكان عشوائي. اما ده وايت ويت 0.9 سكند 8 من 10 سكند. اما ده في بلوكات اللوجات نفس البلوكات بس مختلفة. حاطت وين كليك حاطت سيت لوج 2 5 بيتحرك بخمسة بقى. حاطت وين كليك حاطت فوريفر مش هي تروح تعمل زي السيارات لا تتعكس بقى. سيت لوج بعد حاطت شي جي اكس باي على الفوريفر لوج 1 اهو عشان نتحرك بخمسة برضو. اف زين نفس الحاجة بتاعت السيارة دي بس ده بقى سيت لوج 2 نحط ده 0 لوج 1 بتقريبا نفس الحاجة بس ده ناقص اكس بوزيشن ونفس الحاجة مع دي. هما كلهم نفس البلوكات بس هنا لوج 2 ودي 3 ودي 4. مش وضح من كده يعني لازم نوضح البلوكات. اهو دي بلوكات نفس البلوكات نيشان بون.